مثال آخر شباب، حول what like، exercise آخر حول what like اللي ضمن unit 6 اللي هو باستخدامه بالماضي what was what were like. أنا بحالي الأولى أقول what was the hotel like، الثانية طبعا نستنتج من الجواب لأن هنا أنا my room was tiny and the service was bad، إذا هنا يحكي عن الهوتيل. It was terrible. I waited over 6 hours for the plane. إذن راح يكون الحل هو يسأل حول الرحلة، السفرة أو رحلة الطيران. What was your flight like؟ شلون كانت رحلتك بمعنى؟ لأن حتى نتعود على استخدام ال like. What was what verb to be and subject like، يعني حتى نتعود على استخدامها أكثر، كل ما نحل أمثلة أكثر كل ما نستخدم نتعلم على استخدامها أو نتعود على استخدامها أكثر. هنا اللي بعدها awful it rained every day، إذا يسأل على الوذر. What was the weather weather like؟ هنا اللي بعدها they are crowded and dirty. There was no sand on them, just stones. بما no sand و stones و dirty، إذن اللي يسأل على البيتشز. What were، لا تنسون، what were the beaches like، يعني البيتشز اللي هو البلاج بالعربي. نانا disgusting، الكلمة بمعناها كلمة them اللي هي مقرف. chips with thing with sorry chips with everything and they didn't cook it very well. بمعنى cook it و chips، إذا هو هاي finger chips بمعنى. هنا راح تكون food. What was the food like؟ ننتقل إلى مثال آخر حول what like. هنا مقابلة مع لاعب تنس اسمه تود. هذا اللاعب تنس زاير مدن كثيرة، فيسأله حول المدن. هنا السؤال الأول طبعا يقول استخدم من ذن البوكس، استخدم هو the weather، حنستخدم البقية. هنا همنا من الإجابة مالته نعرف شنو السؤال. They are very interesting. You meet people. بما أنه people، إذن هنا أنا راح تكون the people. What are the people؟ طبعا الكتابة ما راح تكفي. People like، آسف شباب شوي مو كلش واضحة، خل أحاول أغير مكانها. خليها هنا أنا خارج the people like، راح يكون هذا الحل. نان التودي جاوب a lot of them are very very tall. The Sears Tower is 110 stories height. هنا إذا يحكي على البناية، هذه التاور إذا راح يكون what are the buildings like. هذا حل الثالث. الرابع very good، can find food from every country in the world. إذا يسأل هنا the restaurants. What are the restaurants like؟ هنا يكون الحل مات الخامسة. Oh, it's wonderful. There is lot to do in Chicago. إذن
the night life راح تكون what is the night نعتبرها كلمة واحدة night life like